أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا، وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين، سيدنا المصطفى أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ثم اللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وجاحدي إمامتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. هنالك قاعدة شرعية معروفة تجمع عليها كل الطوائف المنتسبة إلى الإسلام، عنوان هذه القاعدة هو قاعدة الفراش، وهي قاعدة أصلها نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه المتواتر المعروف الذي قال فيه: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ما معنى هذا الحديث وما هو مفاد هذه القاعدة الفقهية؟ معنى الحديث أن الولد يحكم بانتسابه إلى أبيه الذي ولد على فراشه، حتى وإن كانت أمه والعياذ بالله قد زنت برجل، وكان الظن ظنا قويا بأن هذا الولد الذي ولد من هذه المرأة إنما هو ابن ذلك الزاني ذلك العاهر، ظن موجود، ظن قوي جدا، قرائن موجودة، تحليل دم سووا مثلا، كلام نفس المرأة أنه أنا أعلم هذا الولد ابن فلان مو ابن زوجي، ابن هذا العاهر أجلكم الله. لا يحكم بانتساب هذا الولد إلى هذا العاهر مطلقا، وإنما يحكم بانتسابه إلى زوج تلك المرأة التي ولد على فراشها. الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني العاهر إذا طالب بهذا الولد وقال هذا ابني ليس له شيء، ليس له إلا الحجر،
يرمى بالحجر كناية عن دفعه وطرده عن دعواه، دعواه هذه لا تكون لها قيمة في الحكم الإسلامي، في الفقه الإسلامي. رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا حكم بين المتنازعين في زمانه، لأنه كما تعلمون أهل الجاهلية كثر في أوساطهم الزنا والموبقات والفواحش، فلذلك كان البعض يأتي مثلا إلى النبي صلى الله عليه وآله ويقول: أنا أطالب بهذا الولد، أنا زنيت بأمه، هذه الأم زوجة لفلان أو أمة لفلان، جارية لفلان، ولد هذا الولد على فراش فلان. رسول الله قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، أنت ليس لك شيء. حتى إن كان هذا الولد يشبهني، نعم، حتى وإن كان الوضع هكذا، هذا هو حكم الله ورسوله، لأنه إذا فتح هذا الباب لا يسده شيء. واحدة من الموارد، من موارد تلك المنازعات التي ثبت فيها حكم رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا نجده مرويا عن عائشة في صحيح البخاري في الجزء الثالث الصفحة الرابعة. تقول عائشة: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعه مني فاقبضه. زمعة ابن قيس، هذا والد إحدى زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي سودة. زين، هذا زمعة ابن قيس كانت له وليدة أي جارية. سعد ابن أبي وقاص له أخ اسمه عتبة بن أبي وقاص، عهد إلى أخيه وصى أنه ابن وليدة زمعة، هذه الوليدة هذه الجارية جاءت بابن، ابنها هذا مني فاقبضه، يعني خذه، هذا مو ابن زمعة، هذا ابني، أنا زنيت بهذه الجارية. قالت عائشة: فلما كان عام الفتح، يوم فتح مكة، أخذه سعد بن أبي وقاص، أخذ هذا الولد وقال: ابن أخي قد عهد إلي فيه، أخوي مات لكن أوصاني بأنه هذا الابن مني، خذه اقبضه، مو ابن زمعة هذا. أخذه سعد بن أبي وقاص وقال: ابن أخي قد عهد إلي فيه. فقام عبد بن زمعة، ابن زمعة قام اعترض على ذلك، أنه لا، هذا أخي، ابن والدي، ولد على فراشه. فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. صار بينهم نزاع، الولد هذا لمن ينتمي؟ تقول عائشة: فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وآله، كل واحد يسوق الآخر إلى النبي حتى يحتكمان عنده. طبعا صلى الله عليه وآله مني، في النص الموجود صلى الله عليه وسلم الصلاة البتراء. فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي كان قد عهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. كل واحد له هذه الدعوة، فماذا قال النبي صلى الله عليه وآله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: هو لك يا عبد بن زمعة، هو لك. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر. هذه قاعدة.
هذا حكم الإسلام. ثم قال لسودة بنت زمعه زوج النبي صلى الله عليه وآله: احتجبي منه، يعني احتجبي من هذا الولد، وإن كان هو شرعا أخوك، لكن من باب الاحتياط لا تتكشفي أمامه، لا تعاملينه معاملة الأخ، لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله. هذا مورد من الموارد. أريدك أن تدقق معي من راوي هذا الحديث؟ عائشة بنت أبي بكر. إذن لا يمكن الادعاء بأن عائشة ما تعرف هذا الحكم، هي تروي هذه الواقع، تروي هذا الحديث، تعرف هذه القاعدة، وهي قاعدة مستفيضة لا يجهلها أحد من المسلمين آنذاك، ومعروفة عند الفقهاء وعند كل المذاهب والفرق. زين، إذا استطعنا أن نثبت من كتب أهل الخلاف ومصادرهم أن عائشة مع علمها بهذا الحكم الثابت في الإسلام ناقضته وأفتت بخلافه، ماذا يكون حكمها طبقا للقواعد القرآنية؟ يعني دعونا نسمي الأشياء بمسمياتها. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. هذا الذي يعصي متعمدا حكم الله ورسوله يكون في جهنم خالدا فيها. بحثنا هذه الليلة هو لإثبات أن عائشة أفتت بخلاف ذلك تعمدا، تعمدا نسبت الولد للعاهر لا للفراش، قلبت القاعدة، قلبت حكم رسول الله، عكسته. رسول الله قال الولد للفراش وللعاهر الحجار، هي جعلت قاعدتها الولد للعاهر وللفراش الحجار. عبيد الله ابن زياد لعنة الله عليه وعلى أبيه، أمير الكوفة الذي جهز جيشا لقتل سيد شباب أهل الجنة صلوات الله وسلامه عليه وروحي فداه. هذا عبيد الله بن زياد ابن من؟ ابن عاهرة اسمها مرجانة. زين، أبو من هو؟ زياد. ابن من؟ ابن عاهرة أخرى اسمها سمية. طبيعي أولاد البغايا، من الذي يقتل سيد شباب أهل الجنة؟ من الذي يقتل أولاد الأنبياء غير أولاد البغايا؟ زين، هذا زياد ماذا يسمى؟ شنو اسمه؟ أبو من؟ كلكم تعرفون، يقال زياد بن أبيه، الله العالم منه أبوه. زين، هذا زياد بن أبيه ليش سمي زياد بن أبيه؟ هو دفع الناس إلى تسميته هكذا، تعلمون؟ كان الناس يسمونه سابقا زياد بن عبيد الثقفي، كان منسوب إلى رجل يسكن الطائف اسمه عبيد الثقفي، والناس كلها تسميه زياد بن عبيد. زين، هو زياد هذا كان يعاني من عقدة نقص، عقدة حقارة، يريد أن يرفع شأنه، فتواصل مع معاوية بن أبي سفيان، ومعاوية بن أبي سفيان أغراه بأن يلحقه بقريش، يرفع مقامه من قبيلة ثقيف إلى قبيلة قريش، يلحقه بمن؟ بأبي سفيان والد معاوية، فيصبح اسمه زياد بن أبي سفيان.
طيب ما دليلك على ذلك؟ ما هي حجتك على ذلك؟ يقول معاوية: شهد عندي الشهود بأنه أنت يا زياد بن عبيد، صحيح أن أمك كانت زوجة لعبيد وأنت ولدت على فراشه، لكن أبي أبو سفيان حينما زار الطائف طلب عاهرة، فكان أكو هنالك رجل خمار اسمه أبو مريم السلولي، هذا الرجل جاء بأمك إلى والدي فزنى بها، فأنت ابن والدي من الزنا، فأنت تصير أخوي ويصبح اسمك من الآن فصاعدا زياد بن أبي سفيان. زياد في عهد المولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أمير المؤمنين كان عنده أحد ولاته على البصرة هو ابن عباس، عبد الله بن العباس المعروف. هذا عبد الله بن العباس ولا استخلف على البصرة من زياد هذا، لأنه زياد هذا للعلم كانت عنده قدرة على بسط الأمن، كان رجلا عسكريا ومحاربا، فابن عباس ولاه أمر البصرة. معاوية كان يريد أن يضعف حكومة أمير المؤمنين صلوات الله عليه بأية وسيلة، فكان يحاول أن يغري ولاة أمير المؤمنين من يبسطون سيطرتهم على الأمصار الإسلامية أن يتمردوا على أمير المؤمنين عليه السلام، فكان يكتب الرسائل لزياد بن أبي هذا أنه أنت لماذا تبقى عاملا لأمير المؤمنين لعلي بن أبي طالب، تعال التحق بي وأنت أخي وابن والدي، وترتفع من قبيلة كثقيف إلى قبيلة قريش، تصبح ذا وجاهة وذا مكانة لأن قريشا سادة العرب. ذا كان يريد أن يقدم على الأمر، لكن كان يخشى جانب أمير المؤمنين صلوات الله عليه، كان أمير المؤمنين يكتب له أيضا ويحذره أنه إياك. قبل ذلك في عهد عمر بن الخطاب، أبو سفيان صدرت منه فلتة في مجلس عمر، هذه الفلتة أشار فيها إلى أن زيادا هذا ابنه، والواقعة هذه يرويها ابن عبد البر في الاستيعاب في معرفة الأصحاب في الجزء الأول الصفحة 155، ونحوه أيضا رواه ابن الأثير في أسد الغابة في معرفة الصحابة في الجزء الثاني الصفحة 215، وهذان من أشهر كتب المخالفين في تسجيل ما يسمى بتراجم الصحابة، تواريخهم وسيرهم، وهؤلاء من صحابتهم الذين يفخرون بهم للعلم، هذا زياد وأبو سفيان من الصحابة المحترمين عندهم. يروي عن ابن عباس قال: بعث عمر بن الخطاب زيادا في إصلاح فساد وقع في اليمن، يعني عمر بن الخطاب كانت هنالك قلاقل موجودة في اليمن، فبعث من، كلف من أن يذهب لكي يحل تلك المشاكل؟ زياد ذو الخبرة العسكرية القوية. بعث عمر بن الخطاب زيادا في إصلاح فساد وقع في اليمن، فرجع من وجهه وخطب خطبة لم يسمع الناس مثلها، لأنه زياد أيضا كان ذا لسان بليغ للعلم، كان فصيحا بليغا. فقال عمرو بن العاص بعد ما خطب هذا في مجلس عمر خطبة بليغة لم يسمع الناس مثلها، عمرو بن العاص أشاد به، فماذا قال؟ قال: أما والله لو كان هذا الغلام قرشيا لساق العرب بعصاه. هذا مع الأسف ثقفي، لو كان قرشي كان كل العرب تنقاد له ويسوقها بعصاه.
فقال أبو سفيان بن حرب: والله إني لأعرف الذي وضعه في رحم أمه. أنا أعرف، لا تقول هذا مو قرشي، هذا قرشي، وأنا أعرف من الذي وضعه في رحم أمه. فقال علي بن أبي طالب عليهما السلام: ومن هو يا أبا سفيان؟ قال: أنا الذي وضعته في رحم أمه. قال: مهلا يا أبا سفيان. فقال له أبو سفيان أبيات شعر: أما والله لولا خوف شخص يراني يا علي من الأعادي لأظهر أمره صخر بن حرب، ولم تكن المقالة عن زيادي، وقد طالت مجاملتي ثقيفا وتركي فيهم ثمر الفؤاد. بعد إلى متى أجامل قبيلة ثقيف وأترك هذا الولد منسوبا إليهم؟ لا، هذا ولدي وثمر فؤادي. صحيح من الزنا، لكن مو مشكلة. هذه فلتة أبي سفيان في مجلس من؟ عمر. زين، بسبب هذه الفلتة معاوية كان يذكر زياد بها ويحاول عبرها أن يستميله إلى جانبه. مو مشكلة عند معاوية أن يحكم حكما على النقيض من حكم الله ورسوله صلى الله عليه وآله، طبيعي، بس المهم عند الملك. المهم كان أن يقضي على أمير المؤمنين عليه السلام وحكومته، يسقط حكومة أمير المؤمنين حتى يتمكن هو من أن يصبح خليفة، هذا هو المهم، فمو مشكلة. فلينتقل هذا إلى والدي وإلى قريش، وإن قال عن أبي أنه زاني مو مشكلة. فبدأ يكتب الرسائل إلى زياد بن أبيه. هذا بلغ الأمر إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فكتب كتابا موجود في نهج البلاغة اقرو، كتب كتابا إلى زياد بن أبيه يحذره من مغبة الانصياع لمعاوية والانخداع به. في النهج موجود هذا النص: ومن كتاب له عليه السلام إلى زياد بن أبيه، وقد بلغه أن معاوية كتب إليه يريد خديعته باستلحاقه، يعني باستلحاقه إلى أبي سفيان. ماذا كتب أمير المؤمنين عليه السلام له؟ وقد عرفت أن معاوية كتب إليك يستزل لبك، يعني يستزل قلبك، يعني يخدعك، ويستفل غربك، يعني يثلم قوتك ويفسد نشاطك أو يفسد عملك، فاحذره فإنما هو الشيطان. علي يصف معاوية بماذا؟ بالشيطان. الشيطان من شياطين الإنس. فاحذره فإنما هو الشيطان يأتي المؤمن من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ليقتحم غفلته ويستلب غرته، يعني يستلب سذاجته. الناس السذج ينخدعون بمعاوية، مو العقلاء. وقد كان من أبي سفيان في زمن عمر، يذكره بتلك الفلتة التي صدرت من أبي سفيان في زمن عمر. وقد كان من أبي سفيان في زمن عمر فلتة من حديث النفس ونزعة من نزعات الشيطان لا يثبت بها نسب ولا يستحق بها إرث. لا تتصور أنه بناء على تلك الفلتة تتمكن أن تثبت انتسابك لأبي سفيان. هذه فلتة ليس لها قيمة في حكم الإسلام، في الفقه الإسلامي ماكو، لا يثبت بها نسب ولا يستحق بها إرث، والمتعلق بها كالواغل المدفع. الواغل هذا الذي يقتحم على الناس المكان اللي موجودين به حتى يشرب من مياههم بغير رضاهم فيدفعونه،
فلما يأتي يهجم عليهم أو يحاول أن يقتحم لكي يشرب بغير رضاهم يدفعونه فيصبح كالواغل المدفع. يقول أنت راح تنسب نفسك إلى أبي سفيان، لكن من الذي سيقر لك بذلك؟ ستصبح أضحوكة للدهر فسيدفعونك عنه، فلا تكونن كالواغل المدفع والنوط المذبذب. النوط هو هذا الشيء الذي يعلق بالنياط على الرحل، على الجمل، على الدابة أجلكم الله. فهذا حينما يعلق وتسير الدابة يتأرجح هذا النوط، لا يكون له قرار. المقصود أنه أنت بهذه الحالة ستخرج نفسك من ثقيف وتنفي نفسك من أبيك الشرعي بحكم شرع الإسلام وهو عبيد الثقفي. أخرجت نفسك من ثقيف ومن عبيد، في نفس الوقت لا يقبل بك في قريش ولا يقبل بانتسابك لأبي سفيان، فلا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فتصبح كالنوط المذبذب ليس لك قرار. وهذا بالفعل حصل ذلك، هذا الذي حصل، أنه يسمى اليوم زياد بن أبيه، لا إلى أبي سفيان ينسب، لا إلى عبيد الثقفي ينسب. شوفوا الفضيحة التي ألحقها بنفسه. فلما قرأ زياد الكتاب، شوف زياد بدلا من أن يعتبر بكتاب أمير المؤمنين عليه السلام وينتصح، الذي فعله ماذا؟ أنه لا، أخذ كلام أمير المؤمنين عن فلتة أبي سفيان شهادة على أنه ابن أبي سفيان، عكس الآية. فلما قرأ زياد الكتاب قال شهد بها ورب الكعبة، شهد علي بأني ابن أبي سفيان. ولم تزل في نفسه، ظل هذا الأمر يعتمل في صدره وعند رغبة أنه يلتحق بأبي سفيان، لم تزل في نفسه حتى ادعاه معاوية. أمير المؤمنين صلوات الله عليه استشهد، فصارت الفرصة سانحة أمام زياد في أن يلتحق بمعاوية ويستجيب لخديعته. وبالفعل بدأ بالتمرد على الخليفة الشرعي وهو الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، ثم بعد ذلك عقد معاوية مجلسا شهيرا في الشام على رؤوس الأشهاد حتى يثبت ويعلن فيه من تلك اللحظة أن زياد بن عبيد هو ابن والدي أبي سفيان من الزنا. الشاهد من هو؟ طلع ذاك الخمار أبو مريم السلولي، جاب بالمجلس حتى يشهد أمام الناس على فضيحة أبيه وأم زياد، أنه أنا جمعت بينهما للزنا، وذكر تفاصيل مقززة قذرة في ذلك المجلس، اللي نفسه هو زياد هذا لم يتحمل. قال له مهلا يا أبا مريم، إنما بعثت شاهدا ولم تبعث شاتما. قال شو أسوي بعد، أنا صاير الآن كبير بالسن وأنا أنقل التفاصيل، لا أشهد إلا بما رأيت، وأنا من باب نقل الحقائق، وإن كانت تفاصيل مقززة لكن لابد أن الأمة تعرف هذه الحقائق المأساوية. لا حرج في الدين، وهذا من الدين أن نثبت وأن نكشف أمام الأمة مثالب هؤلاء الخونة الظالمين الفجرة الفسقة الذين سودوا تاريخ الإسلام وتمردوا على سادة الأنام أئمة أهل البيت النبوي صلوات الله عليهم وقتلوهم وذبحوهم. هؤلاء يجب أن تتعرف الأمة على تاريخهم الحقيقي، لازم تعرف فضائحهم وماذا صنعوه وكيف خالفوا أحكام الله جهرة جهارا نهارا. تكشف الحقائق، وهذا الذي آتي به ما آتي بمصدر واحد شيعي، كلها كتب المخالفين ومصادرهم المعتبرة. والذي نريده من المخالفين أن يطلعوا على هذه الحقائق ليفتشوا في كتبهم حتى يروا هذه
نماذج السيئة فيتبرأ منها. ما الذي حصل في مجلس معاوية؟ شوفوا التفاصيل، شوفوا المآسي. روى ابن الجوزي في أخبار النساء في الصفحة 66، وابن الأثير في الكامل الجزء الثالث الصفحة 299، وابن عبد ربه الأندلسي في العقد الفريد الجزء الثالث الصفحة 3، واليعقوبي في تاريخه في الجزء الثاني الصفحة 194. كل هؤلاء من مؤرخي وعلماء أهل الخلاف. حاصل الأمر يقول أنه لما قدم زياد على معاوية، زياد بن أبيه قدم على معاوية في الشام، أرسلت إليه جويرية عن أمر معاوية. جويرية أخت معاوية. معاوية يريد من الآن أن يعلن أمام الناس أنه هذا أخي وابن والدي، فشنو أول حركة سواها؟ أنه يبعث له أخته تروح أمامه تتكشف أمامه، تكشف عن شعرها وتقول له أنت أخي، حتى يصبح الأمر شنو؟ طبيعياً، بمثابة إعلان بأنه هذا أصبح من اليوم ابناً لأبي سفيان وأخاً لمعاوية وأخاً لجويرية هذه. شوف الفضائح، ما عندهم غيرة على أعراضهم. لو كانت عنده غيرة على أعراضه ما يسوي هذا الشيء. يقول لما قدم زياد على معاوية أرسلت إليه جويرية عن أمر معاوية، فأتاها ودنت له وكشفت شعرها بين يديه وقالت أنت أخي، أخبرني بذلك أبي، أبو سفيان أخبرني أنك أخي. ثم أخرجه معاوية إلى المسجد على رؤوس الأشهاد، وجمع الناس، فقام أبو مريم السلولي، هذا الخمار الذي كان في الطائف، فقال الناس لن تسمع الشهادة، شهادة شرعية من أبي مريم على شنو؟ على فضيحة أبي سفيان وفضيحة سمية والدة زياد. يقول أشهد أن أبا سفيان قدم علينا بالطائف وأنا خمار بالجاهلية، فقال ابغني بغيا، يعني عاهرة أجلكم الله، فقلت له لم أجد إلا سمية جارية الحارث بن كلدة، فقال ائتني بها على ذفرها وقذرها، جيبها مو مشكلة، على نتن إبطيها ونتانت وقذارت جسدها مو مشكلة، لأنها كانت نتنة عفنة طبيعي. شوفوا ابن هذه المرأة هو الذي فعل ما فعل بأهل بيت رسول الله، حفيد هذه المرأة هو الذي سير جيشا لقتال الحسين عليه السلام في كربلاء. إنما قتل أهل البيت منه الأدعياء وأولاد الأدعياء، هذه هي الحقيقة. فقال ائتني بها على ذفرها وقذرها، فقال زياد مهلا، إنما بعثت شاهدا ولم تبعث شاتما. ليش تقول عن أمي أنها كانت قذرة ونتنة؟ فقال أبو مريم لو كنتم أعفيتموني كان أحب إلي، فما شهدت إلا بما عاينت ورأيت، فوالله لقد أخذ بكم درعها وأغلق الباب عليها وقعدت، فلم ألبث أن خرج علي يمسح جبينه، فقلت مه يا أبا سفيان؟ فقال ما أصبت مثلها يا أبا مريم لولا استرخاء من كذا ما أذكر وذفر مرفقيها. زين، وخرجت من عنده وإن إسكتيها ليقطران منيا. زين، هم ما أشرح يعني شنو. فقال زياد
أيها الناس هذا الشاهد قد ذكر ما سمعتم، ولست أدري حق ذلك من باطله، ومعاوية والشهود أعلم بما قالوا. أنا ما أدري، هذا الشاهد شهد والعلم عند معاوية والشهود. زين، واحد من الناس اعترض على هذا الأمر، مخالفة صريحة لحكم رسول الله صلى الله عليه وآله. فقام يونس بن عبيد أخو صفية بنت عبيد بن أسد بن علاج الثقفي فقال: يا معاوية، قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالولد للفراش وللعاهر الحجر، وقضيت أنت بالولد للعاهر وأن الحجر للفراش، مخالفة لكتاب الله وانصرافا عن سنة رسول الله بشهادة أبي مريم على زنا أبي سفيان، هكذا تحكم؟ هذا كان عنده شوية جرأة، هذا الرجل اعترض على معاوية الإمبراطور ذلك الوقت. فقال معاوية: والله لتنتهين يا يونس أو لأطيرن بك طيرة بطيئا وقوعها. تهديد بالقتل، تهديد، ما يقبل أحد ينهى عن المنكر. صدر المرسوم السلطاني الملكي من معاوية بأنه من الآن فصاعدا زياد بن عبيد يصبح زياد بن أبي سفيان بهذه الشهادة. شنو الاعتبار؟ بناء على ماذا؟ أمه زنت أو والدي زنى بأمه، خلص. فالناس ما قبلت هذا الحكم بطبيعة الحال، بل بالعكس شعراء الناس كانوا يتهكمون ويتمسخرون على معاوية لأنه أثبت في هذا فضيحة والده. فقال قائلهم كما تجدونه في تاريخ الطبري في الجزء الرابع الصفحة 235 والبداية والنهاية لابن كثير الجزء الثامن الصفحة 103، ماذا قالوا؟ قالوا: ألا أبلغ معاوية بن حرب مغلغلة من الرجل اليماني، أتغضب أن يقال أبوك عفو وترضى أن يقال أبوك زاني؟ فأشهد أن رحمك من زياد كرحم الفيل من ولد الأتاني. أنت اللي تقول أنه زياد من أرحامنا، أشهد أن رحمك من زياد كرحم الفيل من ولد الأتاني، من ولد الحمارة أجلكم الله. الأتاني يعني الحمارة، أكو تشابه بين الفيل والحمارة؟ ماكو تشابه. أكو رحم متصل بينهما؟ كلا. يقول أنت بفعلك هذا جعلت أباك زانيا ولم تحفظ صورته ولم ترضى أن يقال أنه عف، ورضيت بأن يقال إنه زان، وأنت لا قرابة بينك وبين عبيد إلا إذا قلنا بأنه أكو قرابة بين الفيل والحمار. هذا هو، هذه الفعلة من معاوية، هذا الخرق، الخرق الصريح السافر لأحكام الإسلام، اعتبرت هذه الفعلة عند المخالفين أول قضية ردت من قضايا رسول الله صلى الله عليه وآله. في تاريخ دمشق في الجزء 19 الصفحة 179 لابن عساكر يقول: قال سعيد بن المسيب، وهو من أعظم التابعين عند المخالفين ومن علمائهم الكبار، قال: أول من رد قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله دعوة معاوية. وقال ابن يحيى أحد كبار علمائهم أيضا وعليهم المدار: أول حكم رد من حكم رسول الله صلى الله عليه وآله الحكم في زياد، حكم مخالف للإسلام، حكم مخالف لقضاء رسول الله وأحكامه صلى الله عليه وآله.
والإجماع عند علماء المخالفين كما يقوله الشوكاني على تحريم نسبة زياد إلى أبي سفيان، أنه هذا حرام. واحد يقول زياد هذا ابن أبي سفيان، هذا ليس ابن أبي سفيان، لأنه بذلك يكون مناقضا لحكم رسول الله الذي قال فيه الولد للفراش وللعاهر الحجر. قال الشوكاني في نيل الأوطار في الجزء الخامس الصفحة 194 يقول: وقد أجمع أهل العلم على تحريم نسبته إلى أبي سفيان. زين، نحن نلاحظ أنه بعض أهل العلم عندكم في رواياتهم رووا قالوا عن زياد بن أبي سفيان رضي الله عنه، شلون هذا؟ فهو نفسه يجيب على هذا الإشكال، يقول: وما وقع من أهل العلم في زمان بني أمية فإنما هو تقية، اتقوا من بني أمية. فإذا علماء المخالفين أيضا كانوا يعملون تقية، لماذا يشنعون على الشيعة فقط وعلمائهم أنهم في بعض مراحل التاريخ كانوا يعملون بالتقية لكي يتقوا الضرر والاضطهاد والقتل والذبح الذي كان يقوم به بنو أمية وبنو العباس وأشباههم عليهم؟ شنو علماءكم ما كانوا يسوون تقية؟ وتقية من أجل من؟ سواد وجوهكم. تقية من أجل زياد بن أبيه العاهر بن العاهر، سويتوا تقية من هؤلاء؟ زين، الإمام الحسن المجتبى صلوات الله عليه وقف ضد هذا الأمر الذي ارتكبه معاوية، ولم يعترف بأن عبيداً بأن زياداً ابن أبي سفيان. زياد كان ينكل بشيعة أمير المؤمنين عليه السلام في البصرة. الذهبي إمام الجرح والتعديل عند المخالفين هو بنفسه يروي في سير أعلام النبلاء في الجزء الثالث الصفحة 496 عن الحسن البصري وهو من كبار علمائهم وتابعيهم، يقول: بلغ الحسن بن علي عليهما السلام الإمام المجتبى أن زيادا يتتبع شيعة علي بالبصرة فيقتلهم، فدعا عليه. كان الإمام الحسن يدعو عليه. واحد من هؤلاء الشيعة المضطهدين المظلومين في البصرة كان اسمه سعيد بن سرح مولى حبيب بن عبد شمس. هذا زياد كان قد أخافه إلى أن اضطر هذا الرجل أن يلجأ إلى الإمام الحسن عليه السلام في المدينة المنورة. فلما لجأ إلى الإمام الحسن، قام زياد وهدم داره وصادر أمواله وحبس زوجته وأبناءه، تنكيل تعذيب، إلى أن يسلم نفسه. فالإمام الحسن كتب كتابا إلى زياد حتى يفك كربة هذا الإنسان المؤمن، فكتب إليه كما نجده في تاريخ دمشق لابن عساكر الجزء 19 الصفحة 198 وشرح النهج الجزء 16 الصفحة 193 أن الإمام عليه السلام كتب إلى زياد بن أبيه لعنه الله: أما بعد، فإنك عمدت إلى رجل من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم، فهدمت داره وأخذت ماله وحبست أهله وعياله، فإذا أتاك كتابي هذا فابن له داره واردد عليه عماله واردد عليه عياله وماله وشفعني فيه فقد أجرته، والسلام. وصل الكتاب إلى زياد فكتب كتابا ملؤه الوقاحة إلى الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. ماذا قال فيه؟ قال: من زياد بن أبي سفيان إلى الحسن بن فاطمة، مو الحسن بن علي. شوفوا الخبث، يعني إلى ماذا يرمي؟ فهمتم ماذا يقصد اللعين. أما بعد، فقد أتاني كتابك تبدأ فيه بنفسك قبلي، وأنت طالب حاجة وأنا سلطان، وأنت سوقه تساق مع الرعية والعياذ بالله،
وتأمرني فيه بأمر المطاع المسلط على رعيته، كتبت إلي في فاسق آويته إقامة منك على سوء الرأي ورضا منك بذلك، وأيم الله، يعني يحلف والله، لا تسبقني به ولو كان بين جلدك ولحمك، وإن نلت بعضك غير رفيق بك ولا مرع عليك، فإن أحب لحم علي أن آكله للحم الذي أنت منه. أحب لحم آكل عندي لحومكم يا أهل البيت. شوف النجس، شوف الوغد النذل، يصرح. هاي مصادر المخالفين، وهذا يسمونه زياد بن أبي سفيان رضي الله عنه. شوف المهزلة، شوفوا المسخرة، شوفوا هذا الدين الذي ينصاع إلى الطواغيت. فإن أحب لحم علي أن آكله للحم الذي أنت منه، فسلمه بجريرته إلى من هو أولى به منك، فإن عفوت عنه لم أكن شفعتك فيه، ما قبلت وساطتك وشفاعتك فيه، وإن قتلته لم أقتله إلا لحبه أباك الفاسق. يسمي أمير المؤمنين ومولى الموحدين بالفاسق. والسلام. وصل الكتاب إلى الإمام الحسن عليه السلام، فماذا أجابه؟ سطرين، سطر واحد، حرق قلبه. كتب إليه من الحسن بن فاطمة. أنت تقول الحسن ابن فاطمة، تتصور أنك قد أهنتني بذلك؟ لا، من الحسن بن فاطمة إلى زياد بن سمية، وكفى بهذا تفاوتا وفرقا. من الحسن بن فاطمة إلى زياد بن سمية، أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. والسلام. الإمام عليه السلام ختم هذا الكتاب وقال للرسول الذي يأخذ هذا الكتاب، قال: قبل ما توديه إلى زيادة توديه على معاوية في الشام، خلي يشوفه. وصل الكتاب إلى معاوية وقرأه، يقول ابن عساكر: فضاقت به الشام، تنرفز، تأثر بهذا الكتاب، غضب، فكتب إلى زياد أنه ما كان ينبغي لك أن تتطاول هكذا على الحسن بن علي عليهما السلام، وأنفذ له حاجته، الشيء اللي أمرك به أنفذه. هذا كان موقف أهل البيت، ما أقروا ببدعة معاوية. شوفوا، لاحظوا وين شاهدي. لما كتب إلى زياد كتب من الحسن بن فاطمة إلى زياد بن سمية، ما قال زياد بن أبي سفيان. تعال الآن نقارن هذا الموقف بموقف عائشة. عائشة كان لأبيها عبد، هذا العبد يقال له مرة بن أبي عثمان، أحد صبيانهم. هذا مرة نسب إليه نهر، نهر كامل نسب إليه، يقال له نهر مرة. لماذا؟ شلون صار هذا إلى نهر، نهر كامل؟ هذا كان إلى حاجة عند زياد، عند حاجة معينة، يريد شيئا معينا، فجاء إلى المدينة حتى يتوسطون له، يكتبون له كتابا إلى زياد حتى يقضي حاجته. راح أولا إلى عبد الرحمن بن أبي بكر حتى يكتب له الكتاب، فكتب له كتاب من عبد الرحمن بن أبي بكر إلى زياد بن عبيد، كتب: اقضي حاجة فلان. فهذا لما شاف الكتاب قال: لا، ما أودي هذا الكتاب، أروح على عائشة هي تصلح الوضع. فلما ذهب إلى عائشة ماذا كتبت إلى زياد؟ كتبت: من عائشة أم المؤمنين إلى زياد بن أبي سفيان، يعني الولد للعاهر مو الولد للفراش، مخالفة لحكم رسول الله صلى الله عليه وآله، تمردا على شرع الإسلام، عصيان واضح.
يعني عائشة أفتت بتصحيح فعلة معاوية لما ألحق هذا الرجل بأبيه الزاني. روى ابن سعد في الطبقات الكبرى أحد أهم مصادر المخالفين وأكثرها اعتبار في الجزء السابع الصفحة 100، وابن عساكر في تاريخ دمشق الجزء 19 الصفحة 177 عن محمد بن الحارث قال: إن مرة صاحب نهر مرة أتى عبد الرحمن بن أبي بكر وكان مولاهم، يعني كان هذا الرجل مرة مولا لعبد الرحمن وآل أبي بكر، فسأله أن يكتب له إلى زياد في حاجة له، فكتب من عبد الرحمن إلى زياد ونسبه إلى غير أبي سفيان، نسبه إلى رجل آخر اللي هو عبيد، فقال: لا أذهب بكتابك هذا فيضرني. قال: فأتى عائشة فكتبت له من عائشة أم المؤمنين إلى زياد بن أبي سفيان، ثبتت أنه ابن أبي سفيان. قال: فلما جاء بالكتاب قال له، وصل الكتاب إلى زياد فأعجب بالكتاب، فتوى من أم المؤمنين أنه أنا ابن أبي سفيان، بعد خلص صحح الأمر. فلما جاء بالكتاب قال له: إذا كان غدا فجئني بكتابك. قال: وجمع الناس، جمع الناس بالمسجد، فقال: يا غلام اقرأه، اقرأ الكتاب بصوت عال. فقرأه من عائشة أم المؤمنين إلى زياد بن أبي سفيان. قال: فقضى له حاجته. وفوقها شنو سوى؟ فوق الحاجة كما نجد في معجم البلدان للحموي الجزء الخامس الصفحة 323، زياد قال للناس: هذا كتاب أم المؤمنين إلي وفيه كذا، يعني وفيه أني ابن لأبي سفيان، وعرض ليقرأ عنوانه، ثم أقطعه، يعني أقطع مرة منحه 100 جريب على نهر الأبلة، 100 جريب مقدار مثل متر هالشكل، مقادير معينة، 100 أعطى من هذه المقادير، 100 جريب هاي كلها أخذها لك وفوقه، وأمر أن يحفر له لها نهر فنسب إليه، نهر كامل سوى له. لماذا؟ لأن أم المؤمنين حصلت منها فتوى ببركتك أني ابن أبي سفيان، أنا كان طول عمري عندي مشكلة، عندي حكم رسول الله هذا كان يصدني، الولد للعاهر الولد للفراش وللعاهر الحجر، كان عندي مشكلة في هذا الأمر، الناس كانت تضحك علي، الآن لا، صار بعد كتاب أم المؤمنين أفتت. خذوا نصف دينكم من هذه الحميراء، مو شكل يقولون المخالفين. بعض علماء المخالفين أيضا جاءوا في رواياتهم سود الله وجوههم، البخاري واحد منهم، مالك بن أنس إمام المذهب المالكي واحد منهم، النووي واحد منهم، هؤلاء في كتبهم طالع صحيح البخاري، شوف لما يأتي على اسم زياد ماذا إلى من ينسبه، يكتب من زياد إلى، يكتب عن زياد بن أبي سفيان، ما يكتب عن زياد بن أبي، ولا يكتب زياد بن عبيد. أما مسلم النسائي البيهقي لا، يكتبون عن زياد وبس، ما يذكرون من. تابعوا فتوى عائشة، راجعوا أنتم في صحيح البخاري الجزء الثاني الصفحة 183، وموطأ مالك إمام المالكية الجزء الأول الصفحة 340، والمجموع للنووي الصفحة الجزء الثامن الصفحة 361، عن عمرة بنت عبد الرحمن أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه، إلى آخر الحديث. يعني يقرون بأن زيادا هذا ابن أبي سفيان مخالفة لحكم رسول الله وللقاعدة الفقهية التي روتها عائشة بنفسها وموجودة بنفسها في صحيح البخاري، يخالفون حكم رسول الله
حكم الله، لكن يقبلون بحكم عائشة. المقلوب المعكوس. طيب بالله عليكم الآن، هذا الذي فعلته عائشة إذا نطبق عليه آيات القرآن الحكيم شنو يكون حكمها؟ يقولون عائشة في الجنة، عائشة في النار. قال الله تبارك وتعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. عائشة صراحة عصت حكم الله ورسوله، خلص بعد طبق عليها الآية، وين تكون؟ بالجنة لو بالنار؟ بالنار، دا تحترق خالدة فيها أبدا. عائشة مهتدية أم ضالة؟ ضالة ضلالا مبينا. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. عائشة مؤمنة أم كافرة؟ أم المؤمنين أم أم الكافرين؟ أم الكافرين، كافرة زنديقة. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وحكمت عائشة بغير ما أنزل الله. الله أنزل الولد للفراش وللعاهر الحجر، هذا الذي أنزله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا هو حكم الله، حكم رسوله. أما عائشة خرقت هذا الحكم. طبق الآية عليه شوية تدبر يا معشر المخالفين. احنا ما عندنا مشكلة شخصية مع عائشة وغير عائشة، احنا عندنا مشكلة مبدئية. لو كانت عائشة تسير موافقة لأحكام الله ورسوله صلى الله عليه وآله ما كنا نعاديها، لكن المشكلة أنها هكذا كانت تخرق أحكام الله ورسوله. وتريدون منا أن لا نتبرأ منها؟ كلا نتبرأ، نتبرأ منها ومن كل إنسان أو شخصية عصت حكم الله ورسوله، هذه قاعدة. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.